بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقه جديده من برنامج الترند، حلقه نهايه الاسبوع، لكن بالتاكيد دائما وابدا معاكم بالتاكيد بكل الكواليس والاخبار الحصريه وابرز الاخبار والمعلومات اللي موجوده في الساحه الرياضيه، وكمان بيبقى عندنا ردود مهمه جدا لما يطرح عبر السوشيال ميديا بخصوص النادي الاهلي في الفترات الاخيره. قبل ما ادخل في تفاصيل الحلقه، في كلمتين مهمين جدا لازم نبدا بيهم الحلقه، وهي بالتاكيد لازم نبارك لفريق كره السله انسات اللي فاز بالامس بدوري المرتبط، اول بطوله للنشاط الرياضي في الموسم الجديد، كل التوفيق ليهم يا رب في استكمال هذا الموسم. مبروك لجماهير النادي الاهلي، مبروك لاداره النادي الاهلي، لاعبي ولاعبات النادي الاهلي بالتاكيد اللي بيقدروا يحققوا انجازات طيبه في فتره وجيزه مع بدايه الموسم. الانسات بالامس فازوا بدوري المرتبط، النهارده كمان فريق الشباب فاز على الزمالك بنتيجه كبيره وعريضه، نتيجة 62-34، وبعد قليل إن شاء الله نتفرج على مباراة الفريق الأول أمام الزمالك في صالة برج العرب، وبإذن الله الفريق يفوز عشان يساعد بعد فوز فريق الشباب صباح اليوم إن إن شاء الله خلال الغد بإذن الله يكون التتويج بدوري المرتبط. يبقى عندك اثنين بطولتين في بداية الموسم في كرة السلة، دوري المرتبط للأنسات ودوري المرتبط للرجال، إن شاء الله بإذن الله بداية موفقة للنشاط الرياضي خلال الفترة القادمة، ودعم كبير جدا من مجلس إدارة النادي الأهلي، وأيضا كمان دعم كبير لا محدود من جماهير النادي الأهلي العاشقة للكيان في كل مكان. لكن نبدأ بقى حلقتنا بسؤال حلقة اليوم، وهنبدأ نسخن كده النهاردة لمباريات كأس العالم وانطلاق المونديال يوم الأحد القادم. طيب سؤال حلقة النهاردة، قبل انطلاق بطولة كأس العالم، ما هي المنتخبات التي تتوقع أن تصل للمربع الذهبي ومن يتوج باللقب؟ شاركوا معنا في الإجابة على السؤال من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا، صفحة الفيسبوك وتويتر وإنستجرام، وفي الفقرة الأخيرة هستعرض أكبر قدر من آراء حضراتكم على مين المنتخب المفضل لديك وممكن يوصل للمربع الذهبي وكمان يتوج بلقب كأس العالم اللي فازت بيه في آخر نسخة منتخب فرنسا في مونديال روسيا 2018. لكن بسرعة نبدأ حلقتنا بأهم العناوين. في ترند الأهلي، الفريق يواصل الاستعداد لمباراة المقاولين في كأس مصر، وكمان مجلس الوزراء يعتمد تسهيلات الدخول إلى مصر لمشجعي كأس العالم، وأخيرا بنزيما يعلن جاهزيته للمونديال. استعراض مباراة اليوم، بنتكلم بقى على الأجندة الدولية وآخر الاستعدادات للمنتخبات اللي بتستعد لكأس العالم بعد أيام قليلة جدا. يمكن منذ لحظات انتهت مباراة السعودية وكرواتيا، وفازت كرواتيا على السعودية بهدف مقابل لا شيء، لكن بصراحة السعودية عملت مباراة كبيرة جدا ومتفائلين خير بأداء السعودية مع المدرب هيرفي رينار. في هذه اللحظات يمكن في مباراة مقامة الآن بين إيران وتونس، وتونس متقدمة بهدفين مقابل لا شيء. الساعة 5:30 مباراة الإمارات والأرجنتين، هذه المباراة اللي هيديرها طاقم تحكيم مصر بقيادة إبراهيم نور الدين، نتمنى يا رب المباراة تمر على خير ونشوف فيها أداء فني وتحكيمي على أعلى مستوى. الساعة 7 مباراة عمان وألمانيا، الساعة 7 أيضا بولندا تستضيف منتخب تشيلي، الساعة 9:30 المكسيك تواجه السويد، الساعة 9:30 أيضا الجزائر في مواجهة مع مالي، والساعة 10 إلى ربع من مساء اليوم ألبانيا بتلعب مباراة مع إيطاليا. يمكن ألبانيا مش في كأس العالم وإيطاليا للأسف مش في كأس العالم. دي أبرز مباريات اليوم في الأجندة الدولية. أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل نرجع مع بعض وأبرز الأخبار والكواليس اللي معنا في فقرة ترند ترند. أهلا بحضراتكم من جديد. يمكن عندي في فقرة ترند ترند مجموعة من الأخبار والمعلومات المهمة جدا، ولكن الخبر الرئيسي النهارده بالتاكيد اللي تصدر او تصدرت به صفحات السوشيال ميديا خبر متعلق بكاس العالم، ولكن هنا من جمهوريه مصر العربيه. مجلس الوزراء يعتمد اجراء تسهيلات لتاشيره الدخول الى مصر لمشجعي كاس العالم. تفاصيل الخبر بتقول اعلن مجلس الوزراء اعتماد اجراء تسهيلات لتاشيره الدخول الى مصر لحاملي بطاقه المشجع هيا الحاضرين لبطوله كاس العالم في قطر. جاء ذلك ضمن نتائج الاجتماع رقم 217 لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم الأربعاء. اعتمد مجلس الوزراء تسهيلات تأشيرة الدخول إلى مصر لحاملي بطاقة المشجع هيا الحاضرين لبطولة كأس العالم في قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر، وذلك أسوة بما تم خلال فترة استئناف الحركة السياحية أثناء جائحة كورونا
من تطبيق نظام الإعفاء من رسوم التأشيرات للسائحين الوافدين للمقاصد السياحية المصرية، ويأتي ذلك في إطار استفادة مصر من هذا الحدث للترويج للسياحة المصرية. وفي هذا الصدد قامت وزارة السياحة والآثار بعدد من الإجراءات، من ضمنها التعميم للمنشآت الفندقية بالغردقة وشرم الشيخ لتقديم نسبة خصم على أسعار الإقامة المعلنة أونلاين لمشجعي كأس العالم اللي هم حاملي بطاقة المشجع هيا، بالإضافة إلى بعض الإجراءات التنسيقية التي ما زالت قائمة، سواء من حيث التنسيق بين وزارة الطيران المدني وشركة إير كايرو ومصر للطيران وشركات الطيران العاملة بمنطقة الخليج العربي، أو توفير كافة أوجه المساندة في إصدار التراخيص والموافقات اللازمة بما يسمح لهم بزيادة الطاقة الجوية الناقلة وعدد الرحلات المشغلة من الدول العربية المجاورة إلى مصر. إذن مصر بتنضم إلى الدول اللي بتعتمد على تأشيرة أو اعتماد بطاقة هيا كتأشيرة دخول إلى أراضيها، وده تم بالتأكيد في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وعدد من الدول العربية بالإضافة إلى مصر، عشان تكون منطقة الشرق الأوسط بالتأكيد مزار سياحي لكل الوافدين للحضور لكأس العالم في الدوحة. لا تنطلق إن شاء الله هذه البطولة يوم الأحد القادم، ولقاء الافتتاح ما بين قطر والإكوادور، وكل التوفيق يا رب للمنتخبات العربية في كأس العالم. دي كانت نقطة مهمة وخبر مهم جدا لازم أبدأ بيه فقرة ترند ترند. الموضوع الثاني، ويمكن كان شيء غريب بالنسبة لي وبالنسبة لكل الأهلوية، إن سهرة الأمس تبقى في كل صفحات السوشيال ميديا وفي كل البرامج بتتكلم على قضية كهربا وقضية عبد الله السعيد، قضية كهربا وقضية عبد الله السعيد، ورغم إن القضيتين متعلقين بالنادي الأهلي فقط، لكن البعض مش هقول بيحاول يجتهد، لكن البعض بيحاول يقول وجهات نظر في موضوعات قتل البحث فيها بل صدرت فيها أحكام. وقضية كهربا تحديدا من القضايا التي أصبح فيها حكم نهائي بات لا يجوز إنك تقول معلومة أو تبدي وجهة نظر عكس الحكم الذي صدر. ليه؟ لأن في قاعدة قانونية، ودي رسالتي كإعلامي وكصحفي اتعلمنا كده، إنك لازم يكون لك رسالة إعلامية. لمين؟ للمشاهد أو للقارئ أو للمستمع. إيه هي الرسالة الإعلامية؟ اللي أنت تقوله المعلومة المجردة من أي انتماء، أو تقول حكم قانوني صادر بشكل رسمي دون إبداء وجهات النظر. ليه؟ لأن في قاعدة قانونية بتقول الحكم البات يعد عنوانا للحقيقة، فلا يجوز البحث عن حقيقة أخرى غير التي عبر عنها هذا الحكم. أعتقد الكلام واضح جدا، ودي قاعدة قانونية لأي حد عايز يفتي أو يتكلم في قضايا لازم يقرأ ويشوف القواعد القانونية لما بيكون في أحكام نهائية صدرت. ليه بقول كده؟ ما ينفعش بعد حكم صدر في قضية كهربا من حوالي 6 شهور لسه بعض الأشخاص اللي بعض الانتماءات غلبة على وجهات نظرهم يطلعوا يتكلموا على الأهلي ودور الأهلي وموقف الأهلي في هذا الموضوع. بل كمان أنا فوجئت امبارح إن في تصريحات لإيناسيو المدير الفني السابق لأفيش البرتغالي بيتكلم على انضمام كهربا. هو أنتوا يا جماعة ما عندكمش الحكم؟ يعني اللي ما عندوش الحكم الصادر من المحكمة الرياضية من خلال 85 ورقة يكلمني والله هبعت له الحكم. الحكم بحيثياته، بقرارات الاتحاد الدولي، بقرارات المحكمة الرياضية، شارح فيها كل حاجة متعلقة بقضية كهرباء. قضية كهرباء يا جماعة عشان نجيب من الآخر، لأن الموضوع ده للأسف البعض عايز يلعب على ذاكرة التاريخ. نبدأ نتكلم دلوقتي عن الأهلي وبعد 10 سنين و20 سنة الكلام ده اللي بيتقال دلوقتي خلاص هيترسخ ويبقى موجود بقى في فيديوهات وعلى السوشيال ميديا، واللي بعدينا يبدأ يتكلم عليه. زي كده ما البعض اتكلم على قضايا رياضية حصلت في الستينات وفي السبعينات بسبب بعض التزييف في الحقائق اتقالت وقتها ففي ناس بتقررها دلوقتي. أنا مش هسمح بده، لأن أنا قضية كهرباء قريتها من أول ورقة لغاية آخر ورقة، 85 ورقة أو 85 مستند في هذه القضية. والقاعدة القانونية بتقول لك لما يكون في حكم نهائي بات ده عنوان للحقيقة، ما تقولش أي وجهات نظر ولا تبدي أي وجهات نظر ولا تسأل في أي حاجة تانية، خلاص الموضوع انتهى. ليه بقول الموضوع انتهى؟ لأن أنتوا بتحاولوا قدر الإمكان تقولوا الأهلي مسؤول، الأهلي عمل. ورق القضية بيقول الأهلي بره الموضوع تماما، بل بالعكس ورق القضية قال إن الزمالك مسؤول مسؤولية مباشرة عن هذا الموضوع وعن خروج كهربا من نادي الزمالك بهذا الشكل. واللي حسم ملف كهربا يا جماعة عشان نجيب من الآخر تاني، خطاب صدر من اتحاد الكورة في 29 إبريل 2020 بيقول فيه إن العقد اتوثق في اتحاد الكورة.
رغم ان الزمالك قبلها في 18 فبراير 2018 او 18 نوفمبر 2018 قال يتوثق دلوقتي. الاتحاد قال لك لا ده اتوثق في سبتمبر 2017. بس دي القضيه. هنا اتحكم بتغريم كهربا مش اكتر ولا اقول ولا اقل. هل الاهلي طرف؟ لا. الزمالك اشتكى الاهلي في الاتحاد الدولي وخسر القضيه. اشتكى الاهلي في المحكمه الرياضيه وخسر القضيه. ما انا على مدار اكتر من 6 شهور مش عايز اتكلم فيها كتير لان في احكام في حكم صادر، بس الناس مش عايزه تجتهد وتجيب حيثيات القضيه، مش عايزه تجيب الحكم وتقرا الحكم مكتوب في ايه، مش عايزه تشوف مين اللي كان موجودين اطراف القضيه عشان تعرف مين اللي تم ادانته ومين ما تمش ادانته. لكن كل شويه الاهلي اصل ايناسيو ما يعرفش، اصل نادي قفش متضامن ولا مش متضامن، اصل الاهلي دوره ايه في القضيه، ايه يا جماعه في ايه؟ ليه؟ حكم صدر والموضوع انتهى وواضح في حيثيات القضيه. المحكمه الرياضيه بتقول دور الاهلي ايه؟ الاهلي ملوش دور اصلا. وتم شكوى الاهلي مرتين على فكره، تم شكوى الاهلي مرتين والاهلي خرج في قضيه الفيفا وفي المحكمه الرياضيه ومفيش اي اسانيد لاي شيء، بل بالعكس المحكمه الرياضيه في حيثياتها قالت الزمالك جزء من مسؤوليه على خروج كهربا كابتن نادي الزمالك لاسباب كتيره قوي. يعني لو جه وقتها وفي حلقات تانيه ممكن نشرح فيها القضيه، والله في حيثيات وفي مستندات رسميه في القضيه لو طلعناها في ناس هتستخبى مش هتطلع تتكلم في القضيه من تاني. دي جزئيه. الجزئيه التانيه الناس بتتكلم في موضوع عبد الله السعيد تاني. هو انتوا زعلانين ليه ان الاهلي بيدافع عن حقوقه؟ يعني ده حق اصيل للنادي الاهلي. هو ده مش تعاقد مضى عليه عبد الله السعيد ومضى فيه النادي اهلي جده السعودي وفي تعاقد ثلاثي وفي تعاقد ثنائي مع اللاعب؟ لما تم خرق هذا التعاقد مش من حق النادي الاهلي ان يدافع عن حقه؟ ليه الناس بتتكلم على ان النادي الاهلي بيلاحق اللاعب؟ هو هيلاحق اللاعب ليه؟ مش في تعاقد؟ مش في حقوق يا جماعه؟ هو انتوا ليه دايما بتاخدوا المنظور اي قضيه في اطار ان النادي الاهلي بيعمل حاجه غلط؟ ليه دايما مشاكلكم او التنافس اللي ما بين الاهلي وباقي الانديه او نادي منافس الناس عايزه تاخد الاهلي في سكه دايما ان النادي الاهلي بيعمل حاجه غلط؟ ما الاهلي ما عملش حاجه غلط بدليل ان في اول درجه في مركز التسويه والتحكيم الحكم صدر لصالح النادي الاهلي. فبالتالي هي مساله حقوق، لازم ادافع عن حق لغايه اخر درجه واخر درجه من درجات التقاضي. وليه فكره جماهير المنافس او اعلام المنافس يتكلم عن القضيه؟ يا فندم ما كان ماضي معاك وسابك ومشي، اتحط جنيه زياده ولا 2 جنيه زياده وسابك ومشي، بدل ما تبقى زعلان انت بتتكلم في ايه دلوقتي؟ يعني انت بتتكلم في اي موضوع؟ ايه دورك اصلا في الموضوع؟ ايه علاقتك بالموضوع عشان تناقش او تتكلم فيه؟ بصراحه الواحد مش قادر يستوعب ولا يفهم ايه الرسائل الاعلاميه اللي البعض عايز يصدرها للجماهير الكره المصريه في قضايا هم مش طرف فيها، هم ما لهمش علاقه بيها، ولا مسكوا الورق الرسمي ولا قروا القضايا، ودايما بيتكلموا في اطار دايما سلبي على النادي الاهلي. مش هنسمح بده ومش هنسكت على ده لان احنا معانا مستندات رسميه وفي مواقف رسميه لازم نشرحها لكل الجماهير عشان التاريخ بعد 5 سنين وبعد 10 سنين الناس تبقى عارفه الحقائق فين، سواء في قضيه كهربا، في قضيه عبد الله سعيد، في اي قضيه تتعلق بالنادي الاهلي. ده دورنا ومش بندافع الا في الحق. لو الاهلي كسبان قضيه هندافع عليها لغايه اخر لحظه ولغايه اخر يوم. طيب الموضوع الثالث وده بقى موضوع كوره بجد، اتمنى الناس تركز في الكوره شويه، يعني تبعد شويه عن القضايا وتركز في الكوره عشان تعرف الناس ايه اللي بيحصل في مجال كره القدم. لو دخلتوا على تويتر هتلاقوا الايفاب مجلس الاتحاد الدولي عامل شيء رائع جدا ومميز جدا في الساعات الاخيره. ابتدى ينشر تعليمات جديده خاصه بالحالات التحكيميه قبل انطلاق كاس العالم في قطر يوم الاحد القادم. وانا مش هتكلم على فكره المفاهيم، ما هو القانون واضح والقانون معروف، لكن فكره ان الاتحاد الدولي مش عايز يسيب اي لعبه للصدفه. يعني قدامكم على الصوره دي لعبه الايفاب نشرها امبارح واتكلم على وشرح الحاله وقال القرار يبقى ايه. مثلا اللعبه دي عند الرايه الركنيه، لو الكره عند الرايه الركنيه والمهاجم بيحضن على الكره وبيسند على المدافع، يعني بيرجع كده اللي بظهره وبيسند على المدافع وبيحاول يحجز على الكوره، وهو بيحجز وبيسند على المدافع سقط على الارض، هنا الحكم ممكن يحتسب ايه؟ ما هو بصوا التفاصيل الصغيره دي حتى الاتحاد الدولي والايفاب مش سايبها. خدوا بالكم بقى الكلام ده ممكن يكون مرتبط بالدوري المصري، لان انت في الدوري المصري نفس اللعبه ممكن تلاقي القرار بيختلف فيها. فالايفاب عمل ده ليه قبل كاس العالم؟ عشان الاجتهادات. ما هو برده في اي مجال لازم تلاقي فيه اجتهادات. لا الايفاب قال لك ايه؟ المهاجم بيحضن على الكوره بس بيسند على المدافع وبيرجع بظهره وممكن يسقط على الارض، هل الحكم يدي ركله جزاء او ضربه جزاء ولا يدي فاول على المهاجم؟ الايفاب حسبها وقال لك هنا فاول على المهاجم. ليه؟ لان طريقه رجوعه بالكوره او محاولته ان هو يحجز على المدافع بالشكل ده تحتسب فاول وضربه حره غير مباشره على المهاجم.
حاجة تانية كمان مهمة جدا بتوريكم بقى الثقافة، مين اللي مهتم بالقوانين وبالتعديلات اللي بيعملها الأيفاب. الأيفاب عمل إحصائية كانت مفاجأة ليا على المستوى الشخصي بصراحة، اتكلم على أكتر 5 دول إفريقية بتدخل على الأكاونت الرسمي والحساب الرسمي للأيفاب من خلال حساباته الرسمية اللي موجودة على السوشيال ميديا، عشان تعرف أبرز التعديلات اللي موجودة في قانون اللعبة. المفاجأة إن ولا دولة من شمال إفريقيا موجودة في ال5 دول اللي بتعمل دايما سيرش أو بحث على قوانين الأيفاب أو تعديلات الأيفاب. وقدامكم الصورة، أنا بالنسبة لي ولا دولة إفريقية، وطبعا على رأسهم مصر، يعني محدش حتى في المجال هنا في مصر بيحاول يدخل ويشوف مين أهم دول أو 5 دول إفريقية بتشوف هذا الموضوع. قدامنا نيجيريا في المركز الأول، السنغال، غانا، كينيا، جنوب إفريقيا. يعني عندنا منتخبين في كأس العالم زي السنغال وغانا، دول أكتر منتخبين في إفريقيا بيخشوا وبيشوفوا من خلال اليوزر بتاع الأيفاب أبرز التعديلات وقوانين اللعبة اللي بتحصل في الفترة الأخيرة. شمال إفريقيا مفيش ولا دولة، مفيش يعني أي حد بيبقى أكثر بحثا عن هذا الموضوع، بالتأكيد دي نقطة غريبة جدا. مارك كلاتنبرج خلاص يمكن سافر اليوم لارتباطه بتعاقد مع إحدى القنوات التلفزيونية لتحليل الحالات التحكيمية في كأس العالم، خد أجازة لمدة شهر. تعرفش بقى بمرتب بدون مرتب، أنا المرتب مش فارق معايا في حاجة، القصة بالنسبة لي مش قصة مرتب، هو سافر عشان يحلل مباريات كأس العالم. ولكن مين بقى اللي هيحضر للحكام هنا؟ مين اللي هيعمل المعسكرات للحكام هنا؟ مين اللي هيعمل تصحيح للأخطاء؟ مين هيشوف السلبيات اللي كان موجودة؟ مش عارف. الموضوع ده نتائجه هتظهر بعد كأس العالم، لما نستأنف الدوري العام ولما نشوف التحكيم في الدوري العام الفترة الجاية هيبقى إزاي؟ وكمان أثناء كأس العالم، حوالي 4 مباريات هتتلعب أثناء كأس العالم، هنشوف الأداء التحكيمي. وهل المجموعة اللي موجودة حاليا بقيادة الكابتن محمد فاروق، محمد فاروق هيكون هو رئيس اللجنة بالإنابة في ظل غياب مارك كلاتنبرج، ومعاه أحمد أبو العيلة وتامر دوري وأيمن دجيش، هل هيقدروا يعملوا التفاصيل دي في غياب كلاتنبرج؟ ده هنشوفه خلال الفترة اللي جاية. أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل نرجع ونشوف أبرز الأخبار عن النادي الأهلي. طيب، مباريات السله بالتاكيد زي ما قلت لحضراتكم في بدايه الحلقه، يمكن بعد قليل ان شاء الله يمكن مباراه فريق الاهلي والزمالك في دوري المرتبط، وباذن الله ان شاء الله تكون نتيجه جيده بنفس نتيجه فريق الشباب تحت 16 سنه اللي اتلعبت النهارده عصر اليوم وانتهت بفوز النادي الاهلي، نقدر نقول يعني قريب جدا من دبل سكور 62-34 لصالح النادي الاهلي، وان شاء الله باذن الله يكون في تفوق كبير واكتساح ايضا للفريق الاول زي ما حصل في مباراه الشباب تحت 16 سنه، ولسه كمان بكره في استكمال مباراة دوري المرتبط في هذه المرحلة السنية في لقاءات نصف نهائي دوري المرتبط ما بين الأهلي والزمالك. قلت يمكن طبعا دي صورة من مباراة النهاردة، النادي الأهلي بالتيشيرت الأساسي الزي الأحمر والزمالك بالزي الأزرق، تمام، يعني الأهلي قدر يكسب دبل سكور والحمد لله، عمل مباراة كبيرة، مباراة كويسة، وبالأمس كمان فريق الأنسات كسب دوري المرتبط، فإن شاء الله بإذن الله كرة السلة في النادي الأهلي ماشية بشكل كويس جدا، ونتمنى لهم التوفيق يا رب خلال الفترة اللي جاية. طيب، نروح بقى لأخبار مران الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي، والنهارده كان في تدريب صباحي، كانت معظم فقرات التدريب تدريبات بدنية في الجيم، عارفين إن الفترة الحالية هو الهدف منها زيادة معدلات اللياقة البدنية بعد الراحة السلبية اللي كانت حوالي 5 أيام في نهاية وبداية هذا الأسبوع. قدامكم على الشاشة يمكن بعض اللقطات الخاصة والحصرية من تدريب الفريق صباح اليوم، أبرز الأمور اللي شايفها قدامكم وزي حضراتكم شايفينها معايا، بيرسي تاو أهو في المقدمة بالنيولوك الجديد، محمود كهربا، حسين الشحات، أحمد عبد القادر، محمود متولي كمان كان في المران الجماعي في بداية المران، برونو سافيو، رامي ربيعة، أحمد عبد القادر. يمكن الجهاز الفني حرص النهارده يخصص فقرة تدريبات بدنية في الجيم كل اللعيبة شاركوا فيها، وتم تقسيمهم على مجموعتين قبل استكمال بقية فقرات التدريب في أرضية الملعب. السويسري مارسيل كولر يمكن عقد محاضرة قصيرة قبل انطلاق المران، واتكلم فيها على تدريب النهاردة، ايه اللي احنا هنعمله في مران النهاردة، وايه المطلوب مننا، وايه اللي تم امبارح، وايه الإيجابيات وايه السلبيات، واحنا شايفين يمكن تدريبات تخصصية في مسألة التسليم والتسلم والكورة، ويعني ان شاء الله باذن الله الفتره الجايه هيكون في تقدم اكتر في المستوى الفني عن المرحله الاولى اللي كانت نسبه النجاح فيها بصراحه بنسبه 100%. نفتقد حاليا علي معلول، علي معلول مع منتخب تونس، والنهارده كان عندهم مباراه وديه مع ايران كسبوا ايران فيها 2-0، نتمنى التوفيق يا رب لعلوله في كاس العالم ويكون خير سفير للنادي الاهلي في مونديال كاس العالم
في قطر بإذن الله، وكل ما يقعد يوم زيادة بعد دور المجموعات كل ما هيكون بالتأكيد في أرقام مالية هتدخل خزينة النادي الأهلي من خلال برنامج الفيفا لحماية حقوق الأندية في مسألة مشاركة اللاعبين في المباريات الدولية. عندنا علي معلول وعندنا كمان بدري بنون مشاركته مع المنتخب المغربي. عمار حمدي يمكن واصل أداء فقرات برنامج التأهيل اللي بيأديها في الملعب، ودي مرحلة أخيرة من برنامج العلاج ليه اللي طبعا بيأديه الفترة الأخيرة. زي ما انتم شايفين عمار حمدي هو في المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي عقب إصابته بقطع في الرباط الصليبي. ده جزء من البرنامج التأهيلي اللي بيأديه عمار حمدي في ملعب التتش، ومعاه طبعا بالتأكيد دكتور طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل عشان يشرف على هذا البرنامج اللي تم وضعه بالتأكيد من خلال الطبيب المعالج اللي أجرى له العملية الجراحية قبل حوالي 5 شهور. طيب التدريب بكرة هيبقى على فترتين، النهاردة كان في التدريب فترة واحدة صباحية، لكن بكرة فترتين، فترة صباحية وفترة مسائية، وده برنامج وضعه مارسيل كولر، مفيش حاجة للصدفة، ده برنامج وضعه مارسيل كولر من قبل الأجازة وقبل ما ياخد أجازة ويسافر سويسرا ويعود لقيادة التدريبات. نتمنى يا رب بكرة يكون في بقى تدريبات خططية والدخول أكتر زي ما انتم شايفين بتدريبات الكورة، وبإذن الله هنشوف الفترة الجاية هل ممكن يبقى في يعني مباراة ودية قبل مواجهة المقاولين يوم 27 نوفمبر ولا لا، ده هيتحدث خلال الساعات اللي جاية، لكن يا رب بإذن الله تكون مرحلة موفقة في إطار الاستعداد لمباراة المقاولين ثم مباريات الدوري بعد ذلك. أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع ونبدأ نشوف السوشيال ميديا كتبت عن الأهلي وقالت إيه، والسوشيال ميديا إيه المحتوى الرئيسي فيها بخصوص النادي الأهلي. أهلا بحضراتكم من جديد وترند الأهلي، عندنا ملفات مهمة جدا النهاردة موجودة في السوشيال ميديا بخصوص النادي الأهلي. نبدأ مع بعض، وأول ملف والحساب الرسمي ليلا كورة على تويتر واللي اتكلموا فيه عن الاستاد وموقف كهربا. مصدر ليلا كورة: الخطيب يحسم 9 ملفات في الأهلي بعد عودته. لو تاخدوا بالكم يمكن الحديث عن كهربا كتير قوي الفترة الحالية، وده اللي خلاني في بداية الحلقة أتكلم على قضية كهربا تحديدا مع موضوع عبد الله السعيد، لأن الكلام بقى كتير قوي وكان لازم النهاردة نحسم الموضوع ده في ظل في حاجات كتيرة غلط بتتقال، الله أعلم سواء مقصودة أو مش مقصودة، لكن احنا لينا دور ولينا رسالة إعلامية لازم نقولها لجماهير الكرة المصرية في المقام الأول وجماهير النادي الأهلي بشكل خاص. طيب إيه هي الـ9 ملفات؟ أول حاجة فرع التجمع الخامس. كابتن محمود الخطيب هيعقد اجتماعات خلال الفترة القادمة مع الإدارة التنفيذية بخصوص الموعد الرسمي لافتتاح الفرع النادي الأهلي في التجمع الخامس. مقر رئيسي في الجزيرة، فرع مدينة نصر، فرع الشيخ زايد، فرع الأقصر، وفرع القاهرة الجديدة فرع التجمع الخامس. يعني الحمد لله يمكن فروع مختلفة في كل مكان، وده الدور المجتمعي والدور الرياضي اللي قايم بيه النادي الأهلي في جمهورية مصر العربية. في ميعاد مبدئي لافتتاح الفرع هيكون يوم 25 نوفمبر، لكن بننتظر الاجتماعات الرسمية خلال الساعات القادمة عشان تحديد الموعد الرسمي، وبالتأكيد هيكون افتتاح على أعلى مستوى، وبالتأكيد أيضا كمان هتكون فيه متابعة مهمة جدا مع كل جماهير النادي الأهلي في كل مكان. الأمر الثاني متعلق بتطورات الاستاد. يمكن على عهدة الزملاء في يلا كورة قالوا إن في مفاوضات أجريت بخصوص الاستاد خلال الفترة الأخيرة، وعلى عهدة الزملاء أيضا في يلا كورة قالوا إن هيكون في اجتماعات للكابتن محمود الخطيب مع مجلس الإدارة بشأن هذا الملف خلال الفترة اللي جاية. هننتظر نشوف الموضوع ده بشكل رسمي، أكيد لما يكون في خطوات ملموسة النادي الأهلي هيعلن في هذا الملف بشكل رسمي، لأنه أمر مهم جدا، جماهير النادي الأهلي بتنتظر هذا الملف بشكل كبير منذ سنوات طويلة، وأتمنى يا رب الفترة اللي جاية يكون هذا الملف تم حسمه. كلنا بنحلم بالحلم ده، حلم استاد النادي الأهلي بعد الفروع المختلفة للنادي الأهلي مع مجلس الإدارة بقيادة الكابتن محمود الخطيب. طيب في كمان جمعية عمومية عادية هيتم انعقادها خلال الفترة اللي جاية، وكان تم تحديد ده موعدها يوم 28 و29 نوفمبر. أكيد في اجتماعات هتتم مع الإدارة التنفيذية مع دكتور سعد شلبي المدير التنفيذي عشان الإجراءات الخاصة بالجمعية العمومية، جدول الأعمال، المكان اللي هتعمل فيه الجمعية العمومية، كل الإجراءات الإدارية اللي احنا بنبقى عارفينها دايما في الجمعية العمومية، ودايما النادي الأهلي ليه مدرسة كده معينة في تنظيم وإجراء الجمعية العمومية، والهدف الأساسي فيها راحة الأعضاء عشان الجمعية العمومية تخرج بشكل مثالي ويكون فيها مناقشة ديمقراطية في كل الملفات اللي بيطرحها مجلس الإدارة على الجمعية العمومية. كمان مؤتمرات الرعاية والبث الفضائي. الفترة الأخيرة شفنا تعاقد مع الشركة المتحدة للتسويق الرياضي بخصوص عقد الرعاية، وبالتأكيد في خطوات ملموسة تمت خلال الفترة الأخيرة، وتم الإعلان عن أكثر من راعي موجودين على تيشيرت النادي الأهلي، لكن أكيد في مفاجآت تانية الشركة المتحدة بالتأكيد بتحضرها في الفترة الجاية بالتعاون مع مجلس إدارة النادي الأهلي. في اجتماعاتها يعني خلال الساعات الجاية بخصوص هذا الملف. كمان على مستوى كرة القدم واجتماعات مع قطاع الكورة، أبرزها اجتماعات
مع مارسيل كولر، اجتماعات مع لجنة التخطيط بقيادة الكابتن محسن صالح، كمان اجتماعات بخصوص شركة الكورة، والاجتماع مع المهندس عبد القيعي رئيس شركة الكورة وأعضاء الشركة الأستاذ أو المهندس أحمد حسام عوض، الأستاذ خالد عبد القادر. أكيد اجتماعات مهمة جدا بخصوص الانطلاقة الجديدة لشركة الكورة ابتداء من الفترة القادمة. بالإضافة لده في كمان اجتماع هيكون للكابتن الخطيب مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بخصوص التجديدات لعدد من لاعبي الفريق لا تنتهي عقودهم في نهاية الموسم. كلكم عارفين الأهلي دايما بيحب يخلص ملفاته بدري بدري. عندنا تجديد لأربع لعيبة، حسين الشحات، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، ورامي ربيعة. وبالتأكيد مفيش شك تماما في هذا الملف. هنشوف اللي هيعرضه الكابتن سيد على الكابتن الخطيب، واجتماعات بتتم مع لجنة التخطيط، وأكيد الدور المهم جدا لمارسيل كولر في هذا الملف هيتم طرحه أكيد في هذا الاجتماع بخصوص التجديد في الفترة اللي جاية. وأخيرا وليس أخيرا، موقف كهربا بشكل رسمي لحسم هذا الملف وأنهاء هذه الأزمة عشان يكون كهربا موجود مع الأهلي في المباريات المحلية واستعدادا لقيده في القائمة الإفريقية خلال شهر يناير المقبل. كل المستجدات دي هيتم طرحها بالتأكيد مع الكابتن الخطيب في اجتماعات خلال الفترة اللي جاية. طيب كرة بلس يمكن اتكلم وركز على اجتماع هيتم بين كولر ولجنة التخطيط لحسم تفاصيل صفقات الأهلي، هو جزء من المعلومات اللي قلتها في خبر يلا كورة، لكن هنشوف الفترة الجاية كولر إذا ليه استراتيجية في تعاقدات يناير أكيد هيبقى فيها اجتماع مع لجنة التخطيط والكابتن محمود الخطيب. لكن على المستوى الرسمي مفيش أي أسماء رسمية تم طرحها خلال هذه الفترة. كورة 11 وحسابها الرسمي على الفيسبوك بيتكلموا رغم تهافت العروض المحلية كولر لن يتخلى عن الجندي المجهول للأهلي واستقر على استمراره في الميركاتو. أيا كان صحة الخبر أو عدم صحته، أنا شايف كل يوم خبر متعلق بعدد من اللعيبة، هل هيستمر ولا مش هيستمر؟ وفكرة العروض كلام كله داير على رامي ربيعة، رامي ربيعة هيستمر ولا مش هيستمر؟ امبارح ما كانش هيستمر، النهاردة كورة 11 بيقول رغم تهافت العروض المحلية عليه لكن كولر لن يتخلى عن الجندي المجهول. وانا باكد لكم والله لغايه اللحظه دي مفيش اي كلام رسمي بخصوص بقاء او رحيل اي لاعب خلال الفتره اللي جايه. طيب نروح كمان لحساب المصري الرياضي، والمصري الرياضي بيتكلم عن موقف كولر من لاعب الاسماعيلي والكاس يحدد مصير هؤلاء اللاعبين. هو الخبر مركب شويه، بيتكلموا ان كولر هيستقر على الدفع بعدد من لاعبي الاهلي البدلاء في مباراه الاهلي والمقاولين في الكاس، وفقا للمعلومات الوارده يعني هتبقى فرصة ان هو يقيم فيها كولر عدد من اللعيبة عشان يستمروا ولا ما يستمروش. طبعا هم قالوا اسماء لعيبة بس انا بتحفظ ان انا اذكر هؤلاء او اسماء هؤلاء اللاعبين، لان ما ينفعش بالتاريخ اللي لعبوا فيه مع النادي الاهلي او تاريخ كبير ليهم في النادي الاهلي نقول اسمهم دلوقتي ويتقال ان دول محل اختبار من كولر في مباراة المقاولين العرب. لكن اتكلموا في نفس الوقت ان اللعيبة وادائها هتحدد موقف كولر من لاعب الاسماعيلي على عهدتهم. هم بيقولوا ان عبد الرحمن مجدي مطروح على النادي الاهلي، لكن انا باكد لكم مفيش اي حاجه من هذه التفاصيل، ولسه الكلام على الميركاتو خلال الفتره اللي جايه. احنا لسه في منتصف نوفمبر يعني باقي شهر ونص، والكوره دايما فيها متغيرات كثيره. اخرج لفاصل وبعد الفاصل نستكمل مع بعض باقي فقرات برنامج الترند. اهلا بحضراتكم من جديد والجزء الاخير من برنامج الترند، ونروح للترند المحلي واللي اتكتب عن الكره المصريه والمنتخبات الوطنيه في الفتره الاخيره. كوره 11 وحساب كره 11 على الفيسبوك بيتكلموا لان في رفض لمشاركه الثنائي، فيتوريا يرفض طلب صلاح والنني للحفاظ على تركيز المنتخب. يمكن كره 11 بيتكلم ان ثنائي المنتخب صلاح والنني يمكن عندهم اعلان ترويجي لبطوله دبي سوبر دبي 2022، ودي البطوله اللي هيشارك فيها ليفربول وارسنال في الامارات في الفتره من 8 ل 16 ديسمبر. اللجنه المنظمه للبطوله بنادي النصر طلبت تواجد صلاح والنني واسماعيل بن ناصر، ده النجم الجزائري للمشاركة في الإعلان، لكن فيتوريا رفض خروج صلاح والنني عشان عندهم مباراة ودية مع بلجيكا، وقال لهم أجلوا الكلام ده لبعد المباراة الودية عشان الحفاظ على التركيز في المعسكر المنتخب. وأعتقد لو المعلومة صحيحة غريبة جدا من النني وصلاح يعملوا حاجة زي كده، لكن شابوه لروي فيتوريا إن هو خد قرار بمنع خروجهم عشان في مباراة رسمية أو مباراة ودية في الأجندة الدولية مع منتخب بلجيكا لازم يكون فيها تركيز ونلعب مباراة كبيرة. كرة بلس ويمكن في تصريحات وليد العطار بخصوص آخر تطورات معسكر منتخب مصر قبل مواجهة بلجيكا. وليد العطار قال المعسكر يسير بشكل جيد للغاية، كل طلبات الجهاز الفني بيتم تنفيذها، الإخوة في الكويت مش سايبين أي حاجة إلا ما بيقدموها المنتخب مصر، الجماهير في الشوارع بتشجع المنتخب بشكل كبير، وكمان أكد على أن في إقبال شديد من الجالية المصرية لحضور المباراة.
طيب، حساب بطولات على الفيسبوك بيقولوا ان لاعب بروسيا مونشن جلادباخ يفضل تمثيل منتخب مصر على المانيا، ووالده ينتقد اتحاد الكره. الكلام هنا على مصطفى اشرف لاعب بروسيا مونشن جلادباخ الالماني، اللي قال انه هيفضل تمثيل منتخب مصر على المانيا بسبب اصوله. قال انا افضل العب لمصر وما العبش لالمانيا، اصولي مصريه في الاساس، العب في نفس مركز محمد النني. والده كابتن اشرف امين قال لكارلوس ساكيروش يمكن رشح ابني مصطفى للتواجد مع منتخب مصر، وكان تم استدعائه هو وعمر مرموش للتواجد مع المنتخب، ودي كانت فرصه من كروش لفتح باب المنتخب للمحترفين المصريين اللي موجودين في المانيا. طيب ده بالنسبه للترند المحلي والعالمي. نروح لترند المونديال واحنا خلاص على اعتاب كاس العالم بعد 4 أيام في الدوحه. اول حاجه معايا في ترند المونديال حساب اي بي ال وورلد على تويتر، وده المونديال الرسمي او ترند المونديال بالحساب الرسمي الاي بي ال وورلد، بيقولوا ان البريمير ليج هو اكثر دوري يضم منه لاعبين في كاس العالم 2022 في قطر. تخيلوا ان الدوري الانجليزي، دوري الانجليزي فيه 134 لاعب موجودين في كاس العالم، يعني رقم كبير جدا. وطبعا عشان كده الدوري الانجليزي هو اقوى وافضل دوري في العالم، 134 لاعب رقم كبير جدا لكل المنتخبات. حساب كوره 11 يمكن ركز على تصريحات لياسين بونو حارس منتخب المغرب، واللي قال فيها عن استقباله لثلاث اهداف بس في التصفيات. قال الفريق كان جاهز على المستوى الدفاعي، كنا منظمين، ساعدنا في قبول القليل، يعني التنظيم الدفاعي للمنتخب المغربي هو اللي ساهم ان الاهداف ما تبقاش كتيره في مرمانا، وده بيلعب دور كبير جدا لقدره اي فريق على الفوز. اخر حاجه في ترند المونديال لانها متعلقه بكريم بنزيما، وده حساب يلا كوره. قالوا بنزيما قال ساكون جاهزا لمباراه استراليا ولا اشعر باي الم. دي يمكن تاكيدا ان كريم بنزيما هيكون جاهز مع منتخب فرنسا في اولى المباريات في كاس العالم. طب سؤال الحلقه النهارده، ابرز المنتخبات الاربعه اللي ممكن تتاهل للسيمي فاينال، ومين المنتخب المرشح للفوز باللقب؟ استاذ نبيل بيقول البرازيل، المانيا، فرنسا، اسبانيا. هو ما قالش مين اللي هيفوز باللقب، لكن رشح المنتخبات الاوروبيه الاربعه معاهم البرازيل يعني ان هم يكونوا موجودين في السيمي فاينال. استاذ اشرف يوسف بيقول مساء الخير عليك يا استاذ محمد، اتوقع البرازيل وبلجيكا والبرتغال والارجنتين، والبرازيل تتوج بالبطوله. اشرف توقع وجود الارجنتين في السيمي فاينال، رغم ان ميسي ما توقعش وجود الارجنتين. هنشوف ده في كاس العالم اللي هينطلق باذن الله يوم الاحد القادم، وكل التوفيق يا رب للمنتخبات العربيه. في الختام بشكر حضراتكم على حسن المتابعه والمشاهده، وباذن الله نلتقي على خير الاسبوع القادم في حلقه جديده من برنامج الترند. شكرا والى اللقاء.